الوغ الموضوع ديالي هو بانني كنت غادي ندير واحد نظم واحد مهرجان الوغ هو فيستيفال فينتج في مركب زفزاف بالمعارف واللي هو كيجمع ما بين الناس ديال الناس العارضين ديال التحف النادره الطوابع البريديه ومسكوكات والسيارات العتيقه وميم طون فيها داخله فيها موسيقى ديال السبعينات باش نفسر لكم مزيان ديال السبعينات لان كنت انا عارض على الجروب ديال لي جولدن هانز الوغ لي جولدن هانز تما ولاد المعارف وفرحوا بهذه البادره اللي كنا غادي نديروها انا في المعارف مركب الثقافي ديال المعارف في الاخر وحطيت الدوموند ديالي انا في لو 29 حتى لو 12 باقي ما كاين رخصوا لي الباهو عندهم في المركب الثقافي ديال سميتو ديال المعارف يلا في 40 متر واش غادي ندير فيه غير سميتو اش غادي ندير فيه ما عرفتش اش غندير البهلاوه اللي غندير فيها هنا وانا كنقولوا فيها السيارات العتيقه السيارات العتيقه راه فيها دي مرسيدس دي فولكس فاجن كوكسينيل ولا غادي نحط دوك الطوموبيلات ديال بونيكس تما الا كان غير على الباهو انا البلاصه هذه اللي كندير فيها الانترفيو انا راه بالفرحات عليهم ديما كيقول لي اجي دير بلانيماسيون ديالها بكل شيء لا كل سميتو ما كنجيش لها وكنتفاجئ بان سعاده الرئيس حتى هو بغيت نعرف واش هذا المركب الثقافي ولا خصاصه واش اللي داك سميتو ودغنيغمو اخر مره دار واحد ليفينمون وخلصوا الفلوس من عندهم فهمتيني خلصوا هما وميم طون انا طلبت لهم غير لي سباس ما بغيت لا دعم لا حتى شي حاجه طلبت لي سباس وانا اللي غادي نقوم بكل شيء لان شفت انا كنقراو لي جورنو وكنشوفوا داك سميتو كنقراو الاخبار وداك الشيء هنايا جينا كنشوفوا بان سيده العمده فاش دفعات الدعم ديالها سيد الوالي رفز عليها على الدعم داك الشيء قال لهم لان الفلوس كيمشيو في المهرجانات وفي الحفلات وداك الشيء هذا مهرجان انا اللي باقي به ما قلت لهم يعطوني لا ريال لا حتى شي حاجه يعطوني وجمعيه فهمتي ما بغيت لا دعم لا حتى شي حاجه عطوني لي سباس وانا كنشوف ديك البلاصه ديال زفزاف باك صاحبي نقول لكم من لهنايا فهمتي هذا الشيء اللي كاين ما بقاش وحنا كولاد المعارف والسيد ولد المعارف ودرنا فيه الثقه حنا اللي انتخبناه باش نجح وملي كيبقاو في الاخر كيدوروا داك الشيء بيناتهم بالله حكا ما فهمتش انا هذا الشيء هذا هنايا وهذا الشيء راه كيعصب فهمتيني ولكن الحمد لله مع الانتصار ديال الفريق الوطني المغربي هذا الشيء كلشي غيتبدل غيجي كيقول بالانجليزي رايت مان ذا رايت بليس اللي غادي يجي في بلاصتو باش يبقاو تما زيدك حاجه اخرى داروا معايا مرات ثانيه باش نتلاقى معاهم جيت كنتسنى فيهم من الجوج جيت لتما قال لي عندي مع الجوج جيت مع الجوج كنتسنى لا سير حتى الغد ليه مع 12 جيت مع 12 نهار الجمعه كنتسنى مع 12 الوحده ما كان حتى شي واحد بحال حنا كلاب كيخليوك هنا عاوتاني مشى نهار الاثنين كيقول لك اجي اثنين صافي واش عباد الله لو 12 وانا عندي المهرجان لو 22 ومهرجان عرفتي شنو لي جولدن هانز عرفتي شنو عباد الله بيسقوا الخبر لي جولدن هانز غادي يجيو يلعبوا ولاد المعارف كانوا كلشي داكشي ولاد المعارف وهما ما عرفوش بالقيمه ديال هذا المهرجان هذا بالذات والله ما عارفين ليه القيمه ديالو هذا راه كنت ديتو شي بلاصه اخرى كون داروا لي واش نقول لكم الله يجيب لي صوب هذا الشيء هذا هنا وشكرا.